عليها الرهان. تاكل نص وجه حلاوه طحينيه واكل وجه بحالها كمان. طب تعالى بس خد بالك، دي مش لوحديها، دي معاها ربع قدح ملح حاصه ولو قدح بحاله. لو كلت الحلاوه والملح ليك بريزه غير ثمنهم، لو ما كلتهمش تدفع ثمنهم بس. ماشي، وزي لنا نص وجه حلاوه وربع قدح ملح يا عم شاكر. عيني خش يا سبع، خش هناك هناك. يلا يا سبع الليل، علق البريزه الاول. البريزه معاياني، وادي الملح. عايزين ناكل بقى الحلاوه الاول ولا الملح الاول؟ الحلاوه مفيش اطعم منها، خش على الملح يا سبع. مش مكسوفين من نفسكم؟ لما يموت في عمله زي دي تعملوا ايه؟ وانت يا احمد مش عيب عليك تخلي الافنديه يضحكوا عليك بالطريقه دي؟ ونعمل ايه بس يا حسين افندي؟ اول حاجه تعملها ايه؟ تدفع الفلوس حق الملح والحلاوه. وهي دي برضه حلاوه؟ غيرها وهات حلاوه تانية تستاهل ثمنها. ولا يهمك يا ابو حميد، حساب الحلاوه مدفوع بس هنقسمها سوا. لكن ايه الجيش اللي هياخدوني فيه ده يا حسين افندي؟ هتبقى عسكري. دي عساكر نقطة يعني؟ لا عسكري تاني. عسكري النقطة ده اسمه عسكري البوليس. ده شغلته انه يمسك الحرامية ويحافظ على الأمن. أما عسكري الجيش بقى فهو اللي بيحارب أعداء البلد. بس احنا بلدنا ملهاش عدوين. أيوة بس ممكن يبقى لها أعداء، حد يطمع فيها، حد يعتدي عليها. في الحالة دي تبقى جاهز للدفاع نفسها. يعني على كده الجهادية دي حاجة كويسة يعني؟ أه حاجة كويسة أوي. لو كان ليك نصيب ودخلت يا أحمد هتبقى بني آدم، بني آدم تاني خالص. وحد يكره حسين أفندي؟ بس أنا اللي قاطع في قلبي يعني إني هسيب أمي وأخويا لوحديهم يعني. ربنا معاهم يعني.
عندنا دلوقتي في السطر الاولاني خمس مربعات، كل مربع فيه شكل حيوان، في فيهم مربع مختلف عن بقيه الاربع مربعات التانيين، هتبتدي تحط علامه اكس على المربع المخالف لبقيه المربعات التانيين مختلفه الاشكال الاخرى. فهمنا الاختبار؟ ما حدش برضو عاوز يقول مين اللي كان بيحركه عشان تضربوا على الاكل. في السجوم اجف على حيلك، افرض طولك يا راجل يا خرع. الشمال دور اخاني بدل مع برج ثلاثة معتادة مش انت يا عسكري وقف انتباه يا عسكري انت فاكر نفسك فين في الغيط بكم كيلو برتقال كله بالتسعيره والموز قد حق البرتقال مرتين كان بتاع ده اما تبقى تعرف اسمه بقى تعالى اسالني عليه عارفه برجوج بكم كيلو البرجوج ده تفاح يا دفعه الكيلو منه ما بيهنش شهره اكتر اديني 2 كيلو موز و2 كيلو برتقال على جد عيني مين بسلامته احمد ابن ستاتي ايوه هو الجهاديه قلبت حاله خالص بقي بني ادم مين كان يصدق السلام عليكم انت مين؟ انا اخوك سبع الليل انا احمد انت مش عارفني ليه يا عم صبور والله العظيم انت اخويا احمد اخويا 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 امال فين امك يا عم صبور؟ في الغيط امك في الغيط بس خايفة استخلك البدلة اللي فرد القطع في قلبي يما اليوم ما فطينا يا احمد حلنا بقى عدم الارض هجوة مني يا ولد انا مش قادرة عليها بص شوف زرعتي يا احمد زرعة خايب ولا يهمك يما انا اجازة 10 ايام
نكع عليها الارض دي هتبقى احسن ارض في الجيره. اطلع انت استريح يا ضناي. قشر لك برتقاله كمان؟ خليها عشانك يا ابني. باذن الله في الاجازه اللي جايه اكون دبكت لك حقك، جلابيه ستان اسود. انا مش مهم يا احمد، بس انت ابقى افتكر اخوك. ماما هتيجي صرخه. اصبر يا عم صابون، صبرك باللقا كانش يسرع. صرخه. وقعت صرخه.